السلام عليكم، كي داير؟ لاباس عليكم؟ بخير. جيتكم اليوم ان شاء الله باذن الله بهذه الكرواسه هذه اللي كتجي زوينه واقتصاديه وسهله وسريعه وكتذوب، يعني رطبه ما شاء الله تبارك الله، رطبه وكتجي زوينه. وخليكم معايا، تبعوا معايا حتى الاخر باش تعرفوا النصائح ديالها والفوائد، يعني كيفاش تجيكم بحال هكا مقرمشه وزوينه ورطبه. والله يعني نمشيو للمقادير، ما تنساوش ديروا لي جيم وكومونتير وتابوناو عندي فلاشين فضلا يوصل امرهم، وشكرا على تعليقاتكم الزوينه. بالنسبه للكاس اللي كنعبر به هو ديك الكاس اللي وريت لكم ديال كيعادل جوج كيسان ديال العنبه. في انيه هنايا كنكب الكاس ديال الماء، هي جوج كيسان ديال العنبه طبيعه الحال، وكنضيف زيت المائده خمسه المعالق بهادي خمسه مملوئين طبيعه الحال، وكنضيف الخميره ديال الدار. هانتوما كيف ما كتشوفوا كنضيفوها وكنخلطوا العناصر ديالنا، كنضيفوا رشيشه ديال الملحه طبيعه الحال، الملحه ضروريه. كنضيف الملح نص معلقه صغيره، كنبقاو نطربوها هكا بيدينا مزيان، وكنزيدوا العناصر بشويه بشويه عليها. بالنسبه للبيضه نشدوها نقسموها على يعني نحيدوا لها الصفر، ونخليو البيض هو اللي غنديروه مع العجينه ديالنا، اما الصفر هو اللي غنزينو به، هو اللي غندهنو به الكرواسه ديالنا. كيف ما شفتوا غادي نوريكم ان شاء الله باذن الله، خليكم معايا. ها انتم البيض كنضيفوه مع الخليط ديالي، السوائل كنديرهم بوحدهم هما الاولى كنبدا بهم في الكرواسه ديالي انا، وعاد كنمشي نواشف. ها انتم كيف ما كتشوفوا كطلع اقتصاديه، عندك الماء في الروبين ديالك وعندك زيت لوسيو، عندك زيت المائده في يعني كيكون عندك زيت المائده يعني خمسة المعالقات ماشي ماده ما جابت، عندك الخميره معلقه ديال الخميره، وكطر بيهم ونضيفوا ليهم كاس ديال الحليب، يعني جوج كيسان ديال الحليب كيف ما قلت لكم ديال العنبه بالنسبه لقياس العنبه. ها انتما كنطربوهم هانتوما كيف ما كتشوفوا كنطربوه بشويه علينا حتى كنحسوا بالانسجام ديالهم، وكنضيفوا كاس ديال السنيده حقه، نسيت ما وريتو نص كاس، عفوا نص كاس ديال السنيده، كنضيفوا الفرص وكنطربوه. بالنسبه للفرص انا كنوزنوا بهاد الجبانيه هذه اللي وريتها لكم، كنستمروا على هكا بشويه بشويه. في الاول كنطربوه تطريبه عاديه، ملي كنشوفوها بدات تقصح كنخدموا يدينا، خدموا يدينا احسن، يعني اللي عنده عجانه يدير بالعجانه، عجبني ندير بيديا احسن، عوالي ما عندوش العجانه ما يمكنش لينا نفرضوا عليه، يعني كل واحد يمكن له يصيب هاد لي بيبان هذا. ها انتما بالنسبه لدابا غندير جوج خمارات حمر، انا كندير جوج خمارات حمر، كندير جوج خمارات حمر هما الوالا، هما التوالا كاع، يعني من بعد الفرص ما كنجمع الفرص كندير لهم خمارات حمر. ها انتما كيف ما كتشوفوا، وندير دابا واحد الفانيا كيف ما كتشوفوا، ندير دابا فانيا اولا الخماره البيضاء. انا بالنسبه ليا الفانيا كندير انا تالتالي، انت اللي كتبغي يعني كتبغي الخميره الخماره البيضاء اولا كتبغي لي فانيا في الاول كاين اللي كيديرها في التالي، وكندير شويه كتبغيها وكنعجنها شويه نعلكها شويه، يعني ماشي بزاف، ما كتاخذش لك العجينه وما كتاخذش لك العليك، ما كتعلكيهاش كاع بزاف، كنجمعها مزيان من بعد ما جمعتها كنعلكها. انت كيف ما كتشوفي دابا غندير لها، درت ليها بلاستيك غذائي ونخليها تخمر على خاطرها ونرجع معكم ان شاء الله باذن الله. درت ليها بلاستيك غذائي وغادي نديرها تخمر لينا، هي بعد ما خمرات ليها نتوما كيف ما كتشوفوا زوينه ما شاء الله، كنخليها واحد نص ساعه تخمر لينا على خاطرها ونرجعوا نشوفوها. بعد ما كتخمر لينا نتوما كنشدوها كنديروا لها بحال هكا نقطعوها ان شاء الله باذن الله طريفات،
ولا الطريقه طريق يعني مستطيله، شدي المسطيله وقطعوها طريفات طريف 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 يعني عندنا هانتوما كيف ما كتقطعوها طريفات كيف ما كتشوفوا كتجينا دائره 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 خمسه يعني نشوف على حسب الدائرات اللي باغا، كاين اللي كيدير خمسه كاين اللي كيدير 10 كاين اللي كيدير على حسب العجينه. انا غدير لي جوج لاطات يعني درت هنايا سته، هادو غنديرهم كاملين. هانتوما خليكم معايا غنوريكم كيفاش غنديروا لهم ان شاء الله باذن الله. سبعه عفوا حسب مشى. هانتوما بالنسبه لهذه الزبده ذوبتها والبيضه اللي غنخليها هي التالي والفرص ديالي والدلاك اللي غنخدم به المدلك. بالنسبه لهادو درتهم كويلات بحال هكا دائريين، دابا غنحط وحده بوحده وغندلكها. هانتوما كيف ما كتشوفوا دلكت الاولى وغنخليها على جانب وندير الثانيه وندير ونحط في عليها زبده وندير عاوتاني الثانيه ندير فوق منها. هانتوما كيف ما كتشوفوا كندير وحده فوق وحده وحده فوق وحده وكنلصقهم مزيان وكنستمروا على هذه العمليه هذه وحده فوق وحده وحده فوق وحده. يعني انت شحال بغيتي، كاين اللي كدير خمسة كاين اللي كدير ستة كاين اللي كدير سبعة، يعني على حسب انت اللي عجبك. لا بغيتي بيبان ديالك كبير يعني يكون كالوسط كبيره بزاف اولا بغيتيها صغيره، بالنسبه لي انا غتجيني هي هذيك في الوسط كيف ما شفتو في الاول. ها نتوما دابا هذه غنشدها وندخلها للثلاجه. الثلاجه هذه هي النصيحه اللي نقولها لكم، دخلوها للثلاجه. علاش الثلاجه؟ لان الثلاجه غادي تبرد غادي تلصق في هذيك الزبده غادي تلاصقوا الزبده ما غتبقاش دايبه لنا في العجينه ديالنا، وفي نفس الوقت غادي تبرد وغتساعدنا يعني نصف ساعه ولا ربع ساعه ولا المهم تي شحال قدرك الله ما تفوتيش نص ساعه. واش بديت بالنسبه ليا كنرجع نطلقها بعد ما خرجتها من الثلاجه كنطلقها وكنبدا نديرها بحال المثلثات هانتوما ونعاود ندير بحال هكا ونستمر على الطريقه هكا عاوتاني وكنستمر على الطريقه هذه ونوريكم الطريقه عاوتاني الاخرى كيفاش غندير. استمريت على هكا هانتوما كيف ما كتشوفوا ودابا غادي ندير لها الشكلاط وغادي نجي للوسط ونقطعها شويه بحال من لويها يعني ترول من تلوالي يعني تجين بهالطريقة هذه تجين على شكل هلال هلال. انا ما بغيتش نكملها يعني بديك الطريقة ديال الهلال كتجي زوينة يعني كرواسة زوينة ما شاء الله تبارك الله. كندير الشكلاطة وكنتببو كنتممو هكا سمحوا لي وليت تمتامة هكا الطريقه هذه كنستمر بها بحال هكا في الكرواسه ديالنا. كنستمر كنضيف ليها الشوكولا. انا بالنسبه لي درت داك الشكلاط ديال ريال شريت المهم خديت كميه وبديت كنصيب بها يعني ما درتش يعني ندير داك الشكلاط ديال 4 ريال وحكيته. كل واحد شنو كيبغي، كاين اللي كيدير فيها الفرماج كتجي معلكه من الداخل، كاين اللي كل واحد وعشاق شنو كيعشق، كاين اللي كيعشقها مالحه وكاين اللي كيعشقها حلو. انا بالنسبه لي هذه غادي نديرها مالحه وعاد ندير اشياء حلوين. ها انتما كنستمر هكا. هذه بالنسبه لي الثانيه حتى هي درتها كذلك في المجمد في الفريكو، ما كديرش الثلاجه في الفريكو في المجمد. من بعد ما تبرد ليا ما بردت ليا درت لها الطريقه هذه وكنستمر في الطريقه هذه حتى يعني كنستمر في الطريقه هذه كنديروا لها الشكلاط في الداخل وكنخليوها تخمر ساعه ونرجعوا لكم. من بعد ما خمرات ليا غادي ندير لها صفار البيضه البيضات الصفراء اللي خليت صفار البيضه اللي خليتها، كنضيف لها شويه الحليب وشويه الخل هكا وكنستمر في يعني كندير لي بيتي بان ديالي الكرواسه ديالي بحال هكا وكندير لي هذاك بحال سانوج من الفوق على الطريقه هذه.
كنزين وانت كتزيني على حسب الشكل اللي بغيتيه انتي. انا كاين اللي كيبغيه حتى كيخرجوا من الفران وكيدهنوا بالناباج وكيدير ليه الكوك اولا الكوفيتير وكيدير له الكوك. الكوفيتير كتخليه حتى كيغلي وعاد كيدير له كيغلي وكيولي هو ملمع، يعني ملمع غذائي. انت ما كيف ما كتشوفوا حبيبات ديالي كروسك كتجي زوينه بزاف واقتصاديه. غنحل لكم وحده بحال تشوفوها هانتوما في الداخل كتلقى الشوكولا كتجي زوينه كتعجب الدراري الصغار كتعجب العائله. ما تنساوش ديروا لي جيم وكومونتير وتابوناو عندي في لاشين فضلا وسامرا اللي عجباتكم هاد لي بتيبان. وشكرا بزاف على تعليقاتكم لهلا خطيكم والله كتجي زوينه جربوها وردوا عليا في التعليقات والسلام عليكم.